سبق له أن صعد منبرا فخطب الجمعة يرفع يده. طيب أنزلوها. من منكم لم يصعد منبرا من قبل، يعني لم يصعد منبرا من قبل ولم يخطب جمعة، يرفع يده. الذين لم، نيفر. كويس، ممتاز. تدرون، ارفعوا مرة ثانية. الذين لم يصعدوا منبرا من قبل يرفعوا أيديهم. ارفع انت، قبل شوي رفعت. الأخ، ما اسمك اللي يلبس ثوب بني؟ أنت اللي من غير إيه؟ محمد صالح. تعال، عندكم ميكروفون ثاني يا شيخ زكي. تعال وقف جنبي. كيف حالك محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب أنت تفهم عربي جيد؟ نعم، أنا من اليمن. من اليمن، ما شاء الله، أهل الأمن والإيمان. أمسك الميكروفون. نعم. أريدك أن تلقي عليهم خطبة تتحدث عن بر الوالدين. الله يا شيخ، تعال أوقف هنا، أوقف على الكرسي حتى يروك كلهم، بس أنت بلا تفصل تدري. خذ هذا. ها، لا 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 يهمك، لا يهمك. خل هذا من هنا عشان إذا طحت تطيح على هذا. أيوة كذا، حلو. وقف وقف وقف، بعدين نتفاهم. وقف، توكل على الله. اي، نريد خطبة قوية عن بر الوالدين. يمكن بعضهم ما يبر والديه فنريده يبكي وكذا ويقع. بسم الله، الحمد لله. بسم الله، ما اشتغل يعني، وقف. شكلك طفيتها انت. انت طفيتها انت. والله ما في، والله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا من يعني، انت قدوتي في الاسلام يا شيخ. وما عندي، هو يريد يخرج انت قدوتي في الاسلام. لا لا، ما لها دخل قدوه الاسلام يا مش محمد. اني انتقد ولا حاجه، بس لا لا انا فاهم. جيت اليوم يعني باليمن، او اجيت بقطر، بس ما لحقت خطبتك يوم رمضان. فاليوم حبيت وقمت الصباح كله عشان اجي والتقي فيك يا شيخ. لا لا، خليك فوق. ولا يهمك. اسمع، أريدك تعطينا كلمة عن بر الوالدين. والله لمدة كذا يعني ساعة ونص. أوصى بالوالدين الرسول. لا لا، خطبة، ما في سواليف كذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى كذا. والله ما يعني الخبرة يا أستاذ. طيب بارك الله فيك. طبعا ما شاء الله عليه. هو كونه محمد، اسمك؟ محمد صالح. محمد، كونه يقف ولا يرتجف، أنا أعتبر هذه بطولة، لأني سبق قدمت دورات وجاء أشخاص وقفوا مثل وقفته ثم قال معليش يا شيخ أنا ما أقدر، اسمح لي ما أقدر يا شيخ، ما كذا. في ناس فعلوا، هو لا، هو عادي يتحدث عادي، بس يقول أنا ما خطبت من قبل فكيف أخطب. ولا ما شاء الله في ثقة جيدة في النفس، إن شاء الله نزوجك، إحنا الجائزة زواج كل واحد. بارك الله فيك يا محمد. طيب طيب، تعال ما خلصنا. تعال، نسيت أسألك سؤال. تعال، ما الذي محمد لما قلت لك تعال ألقي الكلمة، إيش اللي وقع في قلبك؟ وعطني مشاعرك يعني، your feeling.